أولا أنا أحد ضحايا سجون ومعتقلات البوليساريو من سنة 1975 إلى 1991، التحقت بوطني. اللي نتكلم عنه اليوم هما الجرائم اللي وقعت على الأراضي الجزائرية من طرف جبهة البوليساريو. ومن نقول البوليساريو لا هي صانعة الجزائر، يعني المسؤولية تتحملها الجزائر كاملة. أما البوليساريو لا مجرد عصابة تحت أيدي الجزائريين. لهذا احنا شهود للتاريخ وللزمان على الناس اللي مات في السجون، خصوصا سجن الرشيد، الذهيبية، سجن الحفر، جميع السجون اللي موجودة في البوليساريو على الأراضي الجزائرية. عشنا فيها ياسر من التعذيب وموت الأخوت قدامنا والأصحاب على هذه الجرائم، احنا شهود عليها من بدايتها إلى نهايتها. على هذا الأساس نبغوا الرسالة تلحق المجتمع الدولي، وما نسبة أن احنا هون في المغرب عايشين الأحداث كاملة، نبغوا هاي الرسالة تلحق المجتمع الدولي وتلحق الأمم المتحدة وتلحق جميع الحقوقيين في ربع العالم. لهذا الأساس نتمنى جادين على أن رسالتنا توصل، والله تتاح لنا الفرصة نوصلها احنا كشهود اللي مزلنا على قيد الحياة. اللي مطلوب اليوم، مسائل اللي هي مطلوبة اليوم هي محاكمة الجنات. محاكمة الجنات لأن الجنات هم عصابة في يد الجزائريين. على هذا الأساس نتمناه على أن تتواصل محاكمتهم في هيئة الأمم المتحدة، كيف قدمنا احنا فتنة حاكمنا معاهم في محكمة إسبانيا ولا حضروا. احنا حضرنا مرتين والله ثلاثة وهم ما حضروا. نتمناه على أن هذه المحاكمة تتواصل لين نتقابلوا احنا وهم في بل الحق، باش نقبض حقنا وباش نخبط على أيدين المجرمين اللي ارتكبوا هذه الجرائم. على هذا الأساس نتمنى على أن هذه المسيرة اللي انتم ماشيين فيها، خصوصا الإخوة الحقوقيين، تتواصل خارج عن الوطن. أما الوطن الحمد لله عايش الأحداث كاملة.